وصلنا لاخر محطاتنا من محطات النقل. اخر محطه هي مرحله النقل الفاعل الثاني، يعني في عندي طاقه ولكن ثاني. مثل ما استمع من البدايه انه الطاقه بالنقل فاعل يعني بدي طاقه اجباري، منفعل ما بدي طاقه، فاعل ما بدي طاقه. حسب مصدر الطاقه عن طريق الاي تي بي نقل فاعل الاولي حكينا عنه مضخه، عن طريق المدروج الكيميائي الكهربائي لشاربه الصوديوم رح نحكي عنه هلا، بصير عندي نقل فاعل ثاني. متى بصير نقل فاعل ثاني؟ او احكي لي شو يعني نقل فاعل ثاني من اسمه، سكندري اكتف ترانسبورت، يعني بيصير بعد النقل الفاعل الاولي تبع المضخه. لما المضخه تمسك لي صوديوم وتحط لي اياه برا، تمسك لي صوديوم وتحط لي اياه برا، نتيجه بصرف طاقه ناتج عن حلمات الاي تي بي. فطلع عندي صوديوم من برا، صار برا كثير، فصوديوم بده يفوت من برا لجوا بشو؟ بالانتشار، انتشار بسيط يعني بدون صرف طاقه. فقال بالمعيه ليش ما انا احط هذا مدروج كيميائي، يعني برا صار كثير كبير، يعني هو بالبرا كبير بالحاله العاديه، بس رجعت المضخه حطيت لي صوديوم برا اكثر، فكبر لسه اكثر، فهذا المدروج صار مثل السد، صار في عندي هون شوارد كثير، هي سد مثلا، هون في عندي شوارد كثير، هون في عندي شوارد قليل، نفس مبدا السد مي، فكنا شو نشيل السد ونحط على فار. يا حبيبي. عم نحكي عن توليد الكهرباء، قطعت الكهرباء. فعن طريق السد، فبحط بشيل السد، بحط على نفاق، بفتح السد، بحط على نفاق، فبفوت عندي المي بهي الطريقة، بيعمل لي العنفاق بحركة فبتولد كهرباء، نفس النتيجة. صوديوم كثير، فانتشار بسيط، بفوت الصوديوم نتيجة هي الفوتة، في عندي طاقة، نتيجة هذا المدروج، إذا الطاقة هون ناتجة عن المدروج، سؤال دورة، هنيك نتيجة شو؟ الـ ATP، حلمات الـ ATP. فالمهم ليش هو فاتح المدروج؟ ليش ما انا استغل هاي الطاقه تبعيت المدروج تبع الصوديوم باني احط بروتين حامل؟ هنيك في عندي بروتين حامل بالنقل الفاعل الاول، بروتين حامل مكون من بروتينين كرويين، واحد كبير وواحد صغير. بروتين حامل موجود بالنقل الفاعل اجباري موجود البروتين حامل، بحط بروتين حامل تمام، بيمسك لي هاي الصوديوم وبيمسك بالمعيه، الصوديوم هي فاتحه بسرعه تمام، خلي يمسك مع شغله ثانيه لهي الصوديوم بدي فوته لجوا انا تمام، فايت فايت وفي طاقه ناتجه عن المدروج، فبتحش مع الصوديوم شغله ثانيه وبيفوتوا سوا بالمعنيه. يعني انا صوديوم فايت بسرعه هائله، بيجي بروتين حامل بتحش لي قدامي شغله معينه بدي فوتها لجوا الخليه، فبتفشها معي وفوتها بالمعنيه صايره وصايره، يعني بدها الخليه قدر الامكان توفر طاقه تمام. دائما لسه بدي اشتغل انا نقل مفاعل فاعل، دائما بدي اصرف طاقه، قال لا عندي طاقه ناتجه عن المدروج صايره وصايره، بتحش قدامه بحط بروتين حامل، بتحش قدام الصوديوم شغله بدي فوت على جوا الخليه، فالصوديوم هو فايت نتيجه المدروج العالي بيفرش معه هي الماده تمام. زي ما حكيت حكي النقل الفاعل الثاني بصير بعد الاول، بعد ما يطلع الصوديوم، صوديوم بالانتشار. تذكر قلت لك انا بنقل الفاعل الاولي، تذكر الشيء الطريقه الوحيده لنقل الصوديوم من جوا لبرا هي المضخه فقط، مضخه الصوديوم والبوتاسيوم تمام. هي بس شيء هي هون تمام؟ هون شو انتشار من برا لجوا، إذا الطريقة الوحيدة هي شو؟ بالبامب اللي بتطلع لي الصوديوم جوا لبرا، الطريقة الوحيدة خليها ببالك. في عندي نوعين لهذا النقل، الفاعل الثانوي، نقل مرافق مساير بالاتجاه، يعني الصوديوم هو فايت بتحش بفوت معه شغلة، في نقل مرافق بالاتجاه المضاد، بستفيد من هذا الطاقة بإني بالعكس، الصوديوم هو فايت بطلع شغلة، في عندي بروتين حمال بشتغل هي القصة، بروتين حامل حمال، اختلاف راجع، اختلاف ترجمة بس. هو فايت بطلعه مرافق بالاتجاه بطلع شغله، مضاد بالاتجاه معاكس بالاتجاه، مساير او مرافق بالاتجاه او نقل مشترك بالمعين، بمسكوا اثنين سوا بفوتوا بروتين حامل بالاتجاه المضاد، صوديوم فايت شغله طالعه بمسكوا هيك بطلعوا سوا تمام. هي القصه، النقل مرافق مساير بالاتجاه بتحط بروتين حامل بالغشاء، شوف رسمه الكتابه واضحه جدا ما رح لك اياها بكل بساطه، بروتين حامل بيمسك لي الشارد اللي بدي فوتها ولتكن حموض امينيه او جلوكوز، بيمسكها انا بدي فوتها، بيمسك الصوديوم عندي مدروج كيميائي، هذا البروتين الحامل بيحدث تبدل الشكلي اللي دائما مذكوره هي كلمه تبدل الشكلي، بيحدث تبدل شكلي بفوتون لداخل الخليه، اسمه نقل مرافق مساير بالاتجاه او كو ترانسبورت. كو يعني معرفه، كو دائما مساعد، السي والاولى حال دائما كو يعني مساعد تمام. نقل مرافق مساير بالاتجاه اسمه النقل المشترك ايضا تمام، مشان ما تضيع فيها. وشو بصير وين بصير هذا الحكي؟ بالجلوكوز والحموض الامينيه، بدي لحظه، بالانتشار الميسر تمام؟ قلت لي ميسر مرته حامل وقلت لي انه متوحمي على سكر وعلى بروتينات، يعني هنيك كمان بروتينات او حمود امينيه وجلوكوز، طيب هون ليش كمان؟ عادي شو القصه يعني؟ يعني انا طالب بروح الجامعه، فيني اروح بالباص
فيني اروح بالشارع ميسر، فيني اروح بالسياره مع ابي مثلا بالنقل الفعال الثانوي، فيني اروح مشي، فيني اروح على البسكليت، فيني اروح على السكوتر، فيني اروح بالطياره، بروح كيف ما بدي. بالتالي ما في غلط، ما في تصويبات، لا تفتح لي التصويبات تفكر في غلط، بينتقلوا هيك بينتقلوا هيك. شو القصه؟ الصوديوم ممكن ينتقل بالمضخه، ممكن ينتقل بقنوات الفولتاج، ممكن بالقنوات التسريب اللي ما حكوا عنها بالكتاب اساسا. فبدك تكون انت مرن، بدك تعرف تشتغل الامور. وبالنهايه مو هون في عندي بروتين حامل؟ فلساته المراه الحامل تتوحم على شو؟ على سكر وعلى حمض امني. اذا بنقل فعل ثانوي عندي ايضا حامل بروتين حامل، على شو تتوحم؟ اذا كان مسار الاتجاه على البروتينات وعلى الجلوكوز. مرتله ميسر كمان حامل، في عندي بروتين حامل. اذا شو بفوت بالانتشار الميسر؟ الجلوكوز ومعظم الحموض الامينيه. تمام. نقل فعل اولي اللي كمان في حامل بركي خربط فيهم. نقل فعل اولي يعني مضخه محلاك وتخربط، ومضخه بتعمل لي صوديوم وبوتاسيوم، اكيد راح تعمل لي عم لك توطيد كامل فعل. مضخه كهربائيه اكيد ما راح تقعد تدخل لي جلوكوز سكر ولحمه وحموض امينيه. فبتكون تفكر شوي، اذا كل شيء فيه حامل فيه بروتينات فيه لحمه وفيه سكر، ما عاد نقل فعل اولي لانه معروف نقل فعال اولي معروف انه يعني مضخه يعني صوديوم وبوتاسيوم. في عندي نقل مرافق مثل ما حكينا بالاتجاه المضاد، يعني كاونتر، كاونتر دائما يعني مضاد معاكس. تمام. كاونتر ترانسبورت، نقل مرافق بالاتجاه المضاد او المعاكس. نقل معاكس يعني شو بيكون عندي؟ بروتين حامل ايضا موجود، البروتين الحامل كمان حامل تكرام. البروتين الحامل صوديوم هو فايت، في مدروج، هذا مدروج له طاقه بطلع شاردة، يعني بالعكس بعمل شو؟ بعمل في عندي نقل، مثال نقل معاكس للصوديوم والكالسيوم، فوت صوديوم طلع كالسيوم، في عندي نقل معاكس للصوديوم هيدروجين، فوت صوديوم طلع هيدروجين. تمام؟ مشان في حاسس قلق، بالنقل مثلا المعاكس الاتجاه، شو حركة الصوديوم؟ شو حركة الهيدروجين؟ شو حركة الكالسيوم؟ تمام؟ شو حركة الجلوكوز من برا لجوا؟ حموض أمينية من برا لجوا. هون شوف بدي انبهك لشغلة، يعني هيك بس الطلاب اللي كثير هيك نيردات كثير بركزوا على هيك. بالانتشار الميسر، انتشار ميسر بالتالي ما في طاقه، يعني بالتالي بيمشي حسب المدروج. الحموض الامينيه وين تركيزها عالي؟ جوا الخلية، تذكر امينو اسيد كباب، فجوا لبرا. فالانتشار الميسر كانت تطلع من جوا لبرا، الجلوكوز كان برا. شوف لي الرسم تبع الكباب، جلوكوز موجود شيء بقصه كباب قال موجود، بالتالي هو برا اكبر من جوا. فحسب مثال الكتاب بروتين حامل كان يقطع الجلوكوز يفوته. الحموض الامينيه ما حطولك هذه الصوره، بس من جوا لبرا بالانتشار الميسر. هون من برا لجوا، في لحظة كيف من برا لجوا؟ طيب ما حكينا انه تمشي وفق مدروج التركيز، بس انا هون عم بحكي على نقل فاعل، يعني بصرف طاقة، يعني انا غصبا عنا فوت الحموض الامينية لجوا نتيجة الطاقة الناتجة عن مدروج الهيدروجين الصوديوم. إذا هون الحموض الامينية من برا لجوا هنيك بالميسر من جوا لبرا. هي بس قلق اللي مخه كثير كبير يعني فكر كثير. بالنسبة للنقل المعاكس الاتجاه حكينا عندي صوديوم كالسيوم، صوديوم لجوا، دائما صوديوم من برا لجوا بكل الأماكن من عدا المضخة من جوا لبرا. كالسيوم بالعكس، هيدروجين بالعكس. نقل معاكس صوديوم كالسيوم شوفه بجميع الأخشية تقريبا، هلا حنشوف أهمية الكالسيوم بالاستثارة رح نحكي عنها بكامل فعل. نقل معاكس للصوديوم والهيدروجين بشوفه بالنبيبات الكلوية الدانية. تمام. في عندي نبيبات دانية وقاسية نحكي عنها بالفصل 8، فهذا الشيء بيصير بالنبيبات الدانية للكلية. تمام. مراجعة سريعة نقل الفعل الثانوي، النقل الفعل الثانوي بيصير بعد النقل الفعل الأولي. النقل الفعل الأولي المضخة ضخت لي صوديوم لبرا، ضخت صوديوم لبرا 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 لبرا، كبر عندي مدروج التركيز. هذا مدروج التركيز الكيميائي الكهربائي والصوديوم بيعمل لي طاقة، فليش لما استفاد الطاقة بإني أنقل مواد؟ رح نستفاد من الطاقة. نقل مرافق مساير باتجاه أو نقل مشترك كو ترانسبورت بنفس الاتجاه، صوديوم فايت فوت معه شغلة، بروتين عن طريق بروتين حامل. تمام. مثل شو؟ مثل الجلوكوز والحموض الامينيه. نقل مرافق معاكس الاتجاه بالاتجاه المضاد كاونتر ترانسبورت، صوديوم دائما فايت من برا لجوا، نقل معاكس صوديوم كالسيوم كالسيوم لبرا بجميع الاخشيه تقريبا، صوديوم هيدروجين بالنبيبات الكلويه الدانيه، هيدروجين لبرا كالسيوم لبرا، معاكس بالاتجاه كاونتر ترانسبورت. تمام. هيك انا خلصت على كل هذا المخطط. هلا صار فيني امسحه لا مخطط النقل، نقل ثانوي كاونتر و كو ترانسبورت. نعمل مراجعه سريعه لكل شيء نقل على السريع، بدك تركز معي هلا هالدقيقتين بتركز فيهم تركيز الف. النقل قبل الانشاء حكيت عندي منفعل باسيف ترانسبورت اللي هو نفسه الانتشار ديفيوجن، بصير بدون طاقه مع طاقه فاعل اكتف ترانسبورت. المنفعل الانتشار اللي بدون طاقه، انتشار بسيط وميسر، البسيط سمبل ديفيوجن بصير اما عن طريق شحم الغشاء اما عن طريق جزيئات بروتينيه. شحم الغشاء يعني مواد غير قطبيه ذوابه بالشحم. تمام. شو اللي بيحدد السرعه؟ بيحدد السرعه
كميه ذوبانيه، درجه الذوبانيه كل ما زادت اكثر بالشحم كل ما فاتت اسرع. مثل شو؟ اكسجين N2O2 CO2 والكحول. قال هدول كثير عالي ذوبانيتهم الشحم فبيفوتوا بسرعه هائله. وقتها ذكر لك مثال انه كانه بينتشروا كانه مي، نقطه مي بمحلول ماء، تمام؟ البسيط عن طريق قنوات بروتينيه، انتشار بسيط عن طريق قنوات بروتينيه. شو بيفوت عن بالقنوات البروتينيه؟ المواد مثل المي والمواد ذواب المي، يعني القطبيه مثل اليوريا والماء. قال لك وقت الماء بيفوت وبيطلع بغشاء الكريه الحمراء بالثانيه الواحده 100 ضعف 100 ضعفها. قال لك اليوريا شو اللي بيحدد السرعه؟ بالانتشار البسيط عن البروتينات. الحجم كل ما صغير اكثر بيفوت اسرع، عندي قناه بروتينيه فكل ما صغرت بتفوت اسرع، تمام؟ ولكن الشرط الاساسي تكون قطبيه ذواب بالماء وليست شحم ذواب بالشحم. وبالتالي عندي اليوريا والماء، اليوريا قطره اكبر من المي ب 20%، فهذا الشيء ادى لنقصان السرعه ضرب 1000، تمام؟ حكينا انه ممكن لهي البروتينات الغشائيه يكون لها بوابه، اذا كان لها بوابه نوع هي البوابه، اما بوابه فولتاج جيت او ليجر جيت، بوابه ربيطه. الفولتاج ايمت تفتح وتسكر حسب الشحنات، حسب الفولتاج، حسب الشحنات على جانبي الغشاء بتسبب لي كامن فعل، والليجر بتسبب لي كامن فعل. بوابه الفولتاج حكينا على الصوديوم والبوتاسيوم، من برا لجوا، هذيك من جوا لبرا، من برا لجوا المسبب الرئيسي لنشوء كامن فعل، من جوا لبرا اللي هي البوتاسيوم مسؤولة عن جزئيا مسؤولة عن إنهاء كامن الفعل. الصوديوم له بوابتين برا جوا، البوتاسيوم بوابة واحدة من جوا. هاي بالنسبة للفولتاج. الليجند بكل بساطة ربيطة، هي بوابة استيلكولين ترتبط، بيفتح عندي القناة، ممكن تفتح ممكن تسكر. ركزي هاي الفكرة، كاتب بشكل عام ربيطة بيرتبط بالبروتين، ممكن يفتح قناة ممكن تسكر أي البوابة، تمام؟ بالاستيلكولين لما يرتبط تفتح البوابة، تفتح هاي البوابة تنشحن المدخل تبعها بشحنة سالبة. قطر المدخل 0.65 نانومتر، فشحنها بشكل سالب فبتفوت الجزيئات الموجبة والمعتدلة أو الغير مشحونة اللي قطرة أصغر من هذا القطر بتفوت لجوا. البوابة كتير مهمة من نقل الكامل الفعل من خلية عصبية لعصبية أو من عصبية لعضلية. شوف هذا الشيء بالقسم الثاني، انتشار ميسر، بدي تركزي على أنه ميسر مرته حامل ومتوحمة على لحمة وسكر، وولده بده يسموه ماكسيم. النقطة الأساسية هون إنه عندي أنا التركيز كل ما زاد بتزيد السرعة لدرجة معينة بيوقف، بصير في عندي سرعة قصوى. أما بالانتشار البسيط زيادة المدروج التركيز بيؤدي لزيادة السرعة، تناسق طردي قد ما بدك. تذكر الخط البياني اللي حطيت لك إياه، ركزي على الفكرة. بالانتشار المسار معظم الحمض الأمينية ولا جلوكوز، موجود عندي بروتين حامل فيه مستقبل، ركز لي على ضعف الرابطة بين المستقبل والجزيء المنقول. نقل فاعل أولي بضخة حكينا عنه أشبعناها بحسن، نوكيا ان اوت واستعاده شاردتي شو اسمها؟ شاردتي بوتاسيوم كي ان نتيجه حلمات الاي تي بي. البروتين الاكبر هو اللي بيكون عنده الاي تي بي از اكتيفيتي، هو اللي له مواقع مستقبل للصوديوم والبوتاسيوم. بروتين اصغر شرطه بس التثبيت فقط. الانتفاخ بفعل المضخه، ركز لي على الفكره. الوجه الداخلي بيكون فيه الاي تي بي از مو الوجه الخارجي. تذكر الرسمه هي اللي فيها هيك اشاره انه اي دي بي مع بي اي يعطيني اي تي بي على الوجه الداخلي وليس الخارجي. الخارجي ما فيه شيء الا البوتاسيوم بفوت لجوا، طبيعي رح يكون برا المواقع المستقبليه. حسب الطاقه حكينا هون الاي تي بي. نقل الفعل الثانوي شو بيستهلك لي؟ طاقه المدروج. حكينا انه عندي كو ترانسبورت مرافق بالاتجاه ايضا حموض امينيه وايضا شو اسمها حموض امينيه وجلوكوز. كاونتر ترانسبورت صوديوم كالسيوم صوديوم هيدروجين، صوديوم كالسيوم جميع الاشياء تقريبا، صوديوم هيدروجين بالنبيبات الدانيه تبع الكليه. هيك خلصنا على كل شيء اسمه نقل عبر الغشاء.